اهلا بيكم مشاهدي قناه الاهلي في حلقه جديده من برنامجكم العاب الصلاه. النهارده برضه لسه الدنيا مسيطره علينا على فيروس الكورونا اللي متواجد في العالم والاجراءات الاحترازيه، واكيد اتكلمنا فيها وكل الناس اتكلموا فيها، لكن برضه لازم نشدد على الناس في الشوارع تخلص وترجع بيتها. دي نقطه مهمه مش هنقعد نتكلم فيها كتير، لكن تاني لو سمحتم الناس كل الناس اللي تخلص شغلها ترجع للبيت. مش معنى ان ترجع لبيتك دي حاجه وحشه، دي حاجه كويسه جدا، ونتمنى من كل المقاهي زي ما بيقولوا بلاش شيشه، بلاش، مضره جدا. المناطق الشعبيه عندنا لسه متواجده فيها، لو سمحتم بعد اذنكم راعوا ظروف البلد وراعوا ظروف البني ادمين وراعوا ظروف الناس عشان ما ينتشرش عندنا فيروس زي فيروس الكورونا. نتمنى ان احنا نخلص عليه بدري جدا بعد الاجراءات الاحترازيه اللي الحكومه عملتها في اقل من 14 يوم، نكون خلصنا وعشنا حياتنا زي الصين ما قدرت تقفل على بلدها وتعيش حياتها ورجعت كل حاجه عندها الى ما سبق عهدها. وان شاء الله قريبا باذن الله مع الاجراءات الكبيره اللي عملها الدوله المصريه وكل الناس باذن الله ترجع سريعا الحياه لمصر مره اخرى وتنور كده وتبقى الدنيا حلوه، وباذن الله ربنا يكرمنا في العشر ايام الجايين ونخلص من هذا الموضوع، نتمنى هذا. هنروح النهارده لموضوع مهم جدا وهو موضوع الساعه، اللجنه الاولمبيه او الدوره الاولمبيه في طوكيو هتتلعب ولا مش هتتلعب؟ ده شيء مهم جدا، رياضيين في العالم كلهم معطلين واقفين مفيش تدريبات، والدوره الاولمبيه خلاص على مشارف اربع شهور على الدوره الاولمبيه، لكن اللجنه الاولمبيه بقياده توماس باخ متمسك باقامه الدوره الاولمبيه في ميعادها في ميعادها في ميعادها امتى؟ في طوكيو 2020. الراجل بيقول لا احنا متمسكين جدا، بيقول ان الفتره كمان قدامنا لسه اربع شهور، اربع شهور على الدوره، فما فيش اي مشكله عشان نتخذ اجراءات او قرارات صارمه. صارمه دي يعني ناجل او نلغي؟ لا، ما دي كلمه صارمه، صارمه لسه الوقت قدامنا اربع شهور. هو شايف من وجهه نظره ان اربع شهور ان شاء الله كل العالم هيكون تخلص من هذا الفيروس. البيان بيقول ان اي تكهنات، ده بيان رسمي من اللجنه الاولمبيه، اي تكهنات في الموضوع ده صعب جدا جدا جدا. وقال ان البيان ان لازم اللجنه هتم تشجيع رياضيين على مواصله، بيقول لهم تواصلوا الاستعدادات، تواصلوا كل حاجه عشان تقدموا افضل ما لديكم في الدورة الأولمبية. الحقيقة بجد أنا برضو لازم أتكلم في نقطة، أنا مش عارف الناس هتستعد إزاي، هتستعد إزاي وهي عندها دورة أولمبية وعندنا كتير من الدول العالم أو أكتر دول العالم عندها إجراءات احترازية كتير جدا جدا جدا، مفيش معسكرات، مفيش تجمعات، كلها هتكون تدريبات داخلية. تدريبات داخلية دي داخل البلدان، لازم قبل الدورات الاولمبيه الناس بتحتك ببعضيها، بتقابل بعض في معسكرات، بتقابل بعض في مباريات، بتقابل بعض في حاجات كتيره جدا جدا جدا. لكن اللجنه الاولمبيه النهارده كمان لسه بتتواصل وتتشاور مع كل رياضيين العالم وكل اللجان الاولمبيه، وتوماس باخ شغال في فيديو كونفرنس كمان مع كل اللجان الاولمبيه في العالم، بيتكلم لسه وبيشوف الناس هنحل المشكله ازاي، لكن هو عنده امل ايجابي لكل الرياضيين، بيقول ان احنا متمسكين باقامه الدوره في ميعادها. وكذلك اليابان برضو وزيره الالعاب الاولمبيه هناك في اليابان بتتمسك باقامه الدوره في موعدها تماما 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 مع كل اللي احنا فيه، لكن الناس عندها امل كبير جدا لان العالم كله ينتهي في ظرف الشهور اللي جايه او الايام القليله اللي جايه يكون انتهى. نتمنى ده، اكيد دي حاجه تسعدنا جدا جدا، لكن في الاخر النهارده والدنيا كده مقفوله او الدنيا كل الرياضيين مش موجودين على الساحه التدريبيه، في الاخر احنا عايزينهم يعملوا مستوى كويس. لو طوكيو اتلعبت الموازنه بقت صعبه جدا بصراحه، ان انت تقول للرياضي النهارده اقعد ريح وفجاه ناس بتلغي معسكرات وناس بتلغي تدريبات و و و، لكن برضه عندنا وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اكد على ان اللعيبه اللي متاهله للاولمبياد هتستعد بشكل ان شاء الله شكل ايجابي وشكل يكون كافي الى الوصول الى الدوره الاولمبيه. لكن كده الدوره الاولمبيه توماس باخ متمسك ده كده قدام الناس، لكن فاجئتنا امبارح شبكه سكاي سبورتس بخبر غريب جدا من ريبيكا ويليامز صحفيه كبيره جدا في شبكه سكاي سبورتس الانجليزيه، بتتكلم على حاجه مختلفه. يعني الكورونا اللي كانت موقفه العالم
والدوره الاولمبيه مش مهمه، لكن هي بتتكلم على حاجه وبتتكلم على مقاطعه مهمه جدا هي فوكوشيما في اليابان. فوكوشيما دي هتستضيف المفروض لعبه البيسبول، هتتلعب هناك في مدينه فوكوشيما زي ما احنا شايفين قدامنا، هو ده الملعب اللي هيتلعب عليه. لازم نرجع سريعا ل 2011 وزلزال وزلزال وتسونامي واللي حصل في هناك. حصل مشكله كبيره في مفاعل في محطه نوويه بتاعه فوكوشيما في الوقت ده ساعه تسونامي، اهو زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، بسترجع بس الذاكره كده معانا. حصل مشكله كبيره وحصل تسرب نووي في 2011. هي بتقول ان في مشكله في نسبه اشعاع لسه عاليه موجوده في المواقع، في المواقع دي او في البلد دي. البلد دي لو شفناها قدامنا في الصور بلد تماما معظمها مهجور، بس اليابان او حكومه اليابان عايزه تؤكد للعالم ان المدينه خاليه من اشعاع. هي بتقول لا، او ده اللي قالته شبكه سكاي سبورتس قالت كده. المدينه دي بتبعد عن، او الملعب اللي احنا شفناه بيبعد عن مكان الاشعاع او المحطه النوويه ب 19 كيلو بس. 19 كيلو بس، وبتبعد، والمدينه كمان فوكوشيما بتبعد 293 كيلو عن طوكيو. زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الحياه العاديه جوه مدينه فوكوشيما، جوه مدينه فوكوشيما. شون بورني كبير الاخصائيين النوويين في منظمه جرين باس قال ان كده دي خرافات ان احنا نلعب هناك والمدينه لسه فيها اشعاع. 45 نقطه، لا 45 نقطه لسه متواجده اشعاعيه موجوده. هما بيقولوا ان من وجهه نظر جرين باس الالمانيه المنظمه بتقول لا، هي عملت مسح ولقت ان في 45 نقطه لسه متواجده فيها. مشكله تانية ظهرت على الساحه او بتظهرها او حطيتها قدام العالم شبكه سكاي سبورتس بعد التقرير اللي بتعمله عن الالعاب الاولمبيه. هل ده هيؤثر على الدوره الاولمبيه؟ اللجنه الاولمبيه فعلا بتتكلم في هذا الموضوع، والموضوع ده لسه في الكواليس داخل اللجنه الاولمبيه. يعني ما خلصناش من كورونا، لا كمان يطلع لنا اشعاع نووي. هم مصممين عشان يطمنوا الناس، يقولوا ان فوكوشيما بقت مدينه خاليه، لكن احنا شفناها قدامنا مدينه مهجوره، مدينه الناس ماشيه فيها بهذا الشكل والاسلوب اللي احنا شفناها قدامنا في الصور اللي فاتت. هل ده هيمنع اقامه الدوره الاولمبيه، ولا هل ده هيمنع اقامه بس البيسبول، يطلعوها من هذه المدينه ويودوها مدينه ثانيه؟ هم عايزين يطمنوا العالم ويقولوا ان احنا ما عندناش مشكله، 9 سنين خلصنا، خلص الاشعاع النووي، خلص كل حاجه. لكن برضو تاني الناس بترد عليه تقول لهم لا، لسه في اشعاع. نتمنى ان المشاكل دي تتحل، بس دي مشكله اعتقد ان احنا منفردين بيها ان احنا نتكلم فيها في على موضوع الدوره الاولمبيه. دي شيء مهم جدا، نتمنى باذن الله يا رب ان الموضوع يختلف في المرحله اللي جايه. بس لسه اللجنه الاولمبيه لسه لم تبت في هذا التقرير او تعمل كات للامور وتقول ان فوكوشيما مش ممكن يتلعب فيها لعبه البيسبول، ما تتلعبش هناك وتتلعب في مدينه خارجيه اول، وبعد كده نشوف الاشعاع النووي. ربنا يستر وباذن الله نتمنى اقامه الدوره الاولمبيه في موعدها. نروح لاخبارنا النهارده، واخبارنا النهارده مش اخبار رياضيه كلها، بنتكلم عن الرياضه، لكن هنتكلم على لما حصل اجتماع في النادي الاهلي بقياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع قيادات النادي، وكمان مع كل اسره النشاط الرياضي. كان كل جايبين كل المديرين الفنيين ورؤساء الاجهزه واتكلموا على الاجراءات الاحترازيه. خلينا نشوف كابتن علي هاشم وكابتن ياسر داوود قالوا ايه بعد هذا الاجتماع، وترجعوا لنا مره ثانيه. وان شاء الله هنطلع من الموضوع ده باذن الله. ان شاء الله اكيد طبعا سلامه كل اهالي جمهوريه مصر العربيه رقم واحد طبعا، ونخص بالذكر بقى الرياضيين واجهزه وافراد واعضاء النادي الاهلي، طبعا سلامتهم رقم واحد على اي حاجه في العالم يعني. فالنهارده الاجتماع كان بخصوص هذا الخصوص يعني، وكل اعضاء الفرق الفنيه قدموا اقتراحاتهم وهيتم دراستها بحيث يصدر بيان من الجهه الرسميه لاصدار القرارات في الميديا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. واكيد القرارات دي هتكون نتيجه بحث اللي اتقال ومصلحه اولاد النادي الاهلي. هو طبعا تم عرض هذه المقترحات والطرق الوقايه من هذا المرض،
والامراض عموما يعني، بحيث نضمن سلامه الادوات المستخدمه والملاعب والاولاد وكل الاطقم الاداريه والفنيه حواليهم. ويعني هو بالدرجه الاولى في بعض الاحتياطيات اللي لازم ناخد بالنا منها كاجهزه فنيه، ودي هتاثر ان شاء الله بالايجاب على ان نطلع من هذا الحدث ان شاء الله بخير وبسلام ان شاء الله. هو احنا النهارده جميع الاتحادات بما فيها اتحاد العاب القوى النهارده في اجتماع لبحث بعض باقي المسابقات التي لم تستكمل في نهايه الموسم. واحنا زي ما انت بتقول احنا الحمد لله يعني الحمد لله بطولاتنا دايما باستمرار مقفلين الدرجه، يعني مش محتاجين بطولات، يهمنا سلامه اللاعبين واللاعبات والشباب والشابات. النهارده بالدرجه الاولى لجميع الالعاب مره ثانيه خصنا سلامه الناس قبل البطولات، وده اللي عشان كده كان الاجتماع النهارده، وبانتظار برضو بعض الاتحادات اللي خدت قرارات تاجيل النشاط او ايقاف النشاط لفتره مؤقته، واحنا معاهم طبعا. واحنا الحمد لله هيأثر علينا طبعا الايقاف ده بالسلب على مستويات اللاعبين الفنيه، انما برضو يعني احنا الحمد لله كلنا ثقه ان احنا في فتره وجيزه نقدر نعود لمستوانا ونحقق بطولاتنا برضو. يعني اذا حصل هيبقى هبوط في المستوى الفني، انما ان شاء الله بطولات برضو ان شاء الله بتاعتنا باذن الله. اكيد طبعا سلامه كل اهالي جمهوريه طبعا. احنا في موقف طبعا مصر كلها، ربنا يعني يعدي الغمه دي على خير باذن الله. طبعا في الاول وفي الاخر طبعا كنادي اهلي وحاجه يعني جامده في الدوله، الناس كلها مستنيه ان الاهلي هيعمل ايه. احنا قعدنا النهارده طبعا مع كابتن رفعت عبد القادر وعميد محمد مرجان مدير التنفيذي وبتاعه، وخدت كل واحد قال الاقتراحات وهنعمل ايه، وهتترفع مذكره من كابتن رؤوف للمجلس الاداره، وبناء على هذا الكلام هنبتدي نتحرك. يعني كله متوقف لحد ما كابتن رؤوف يبدا يشوف مجلس الاداره هيعمل ايه، وبعد كده هنشوف حسب ما مجلس الاداره هيقول لنا يعني هنعمل ايه. يعني طبعا زي ما انت قلت طبعا هو في الاول وفي الاخر النادي الاهلي مش ناقص بطولات، النادي الاهلي غني ببطولاته، يعني مش هتفرق اي حاجه، يعني اهم حاجه سلامه اي لعيب في النادي الاهلي في اي لعبه بالدنيا كلها. زي ما قلت حضرتك النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف، يعني احنا قعدنا النهارده كل مدير فني حاطط بلان اي وبلان بي وبلان سي بناء على قرار مجلس الاداره طبعا. بشان لا يعني ما بشان لا اتكلم على القرارات هتبقى ايه، هو كابتن رؤوف هيرفع توصيات وهنشوف، بس انا كل واحد فينا حاطط بلان اي وبلان اي وبلان سي، هنشوف ايه اللي هيحصل واحنا مستعدين لكل حاجه. يعني مصر كلها مستنيه ان الاهلي هيعمل ايه، فلو لا قدر الله اي حاجه حصلت هيبقى مشكله. زي ما قلت لك برضه ان الاهلي واحنا كمديرين فنيين ومدربين ومديرين وكل اجهزه النادي كلها مش هنسيب حاجه للظروف، هنتعامل مع الموقف دوت زي النادي الاهلي ما اتعامل مع مواقف كتير صعبه مرت على النادي الاهلي، وان شاء الله هنطلع زي ما شفنا قدامنا كده. كل الناس بتتكلم على الاجراءات الاحترازيه، واكيد نجومنا كابتن علي هاشم مدير فني لكره السله سيدات والدكتور ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي بيتكلموا ان ده كله في اطار وسلامه اللعيبه، وكمان دي اكيد العميد محمد مرجان دي سلامه المواطن المصري، وهو اكيد جزء من منظومه النادي الاهلي، فاكيد لازم كان النادي الاهلي يكون عنده هذه البادره ويبدا ويبادر بيه ان هو يقعد مع كل المديرين الفنيين عشان يقدروا يطلعوا قرارات مهمه جدا او يطبقوا الاجراءات الاحترازيه داخل ملاعب النادي الاهلي وداخل اجواء النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا وخبر من اللجنه البارالمبيه للتايكوندو. اللجنه البارالمبيه بتكرم لاعبي البارا تايكوندو اللي اتأهلوا لطوكيو. حاجه جميله جدا ان انت تكرم اللعيب حتى في الاوقات دي، كرموا اللعيبه برضو. الدكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه في مصر وعدد من اعضاء
قادت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة ونجمة النادي الأهلي والمحترفة حاليا بنادي لانجشتاد الألماني منتخبنا الوطني للتحليق عالميا والتواجد ضمن أفضل منتخبات العالم. استطاعت نجمة الأهلي أن تجعل حلم الاحتراف الخارجي واقعا لكل لاعبات مصر وأن تصبح مثلهم الأعلى بالرغم من سنها، حيث أنها من مواليد 10 مارس 1994، أي أنها تبلغ من العمر 26 عام. نجمتنا اليوم مميزة على كافة الأصعدة سواء الرياضية أو التعليمية، هي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هي من عائلة تعشق تنس الطاولة، والدها هو الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري السابق للعبة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، والدتها هي شيرين الألفي وهي بطلة مصر السابقة في تنس الطاولة، كما أن الجد هو وفيق مشرف أحد مؤسسي اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء، عمتها نهال مشرف إحدى بطلات مصر سابقا، أخوها أيضا الأصغر أحمد يمشي على خطوات دينا حتى يكون أحد أبطال مصر في الفترة المقبلة. قدمت مشرف أداء مميزا خلال الأعوام الماضية، كان من أبرز نتائجها الدولية التتويج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت صيف 2018 بمدينة تاراجونا الإسبانية، إضافة إلى حصدها لقب بطولة كأس إفريقيا للمرة السابعة في تاريخها والتي توجت بها منذ أيام عقب فوزها على بطلة نيجيريا نهاية الشهر المنقضي بتونس. سطرت دينا مشرف اسمها بأحرف من ذهب بعد صعودها لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بتحقيقها للعلامة الكاملة بعد التأهل في كافة المسابقات سواء الفردية أو الزوج المختلط أو الفرق. تعد مشاركة دينا في الأولمبياد المقبلة هي الثالثة لها في تاريخها بعدما شاركت في أولمبياد لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016، بل إن دينا نجحت في أولمبياد لندن في العبور للدور الثاني. نجمة الأهلي المنطلقة بسرعة الصاروخ تحتكر البطولات العربية والإفريقية بل والمتوسطية، تنافس بقوة في كافة البطولات الدولية، مما يؤكد أننا سنشاهد مستوى مميز لدينا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. تحتل دينا مشرف حاليا المركز 32 عالميا في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات برصيد 6580 نقطة. دينا مشرف ينتظرها الكثير والكثير لتحقيقه خلال الفترة المقبلة في ظل الإمكانات والقدرات التي تمتلكها، كما أن أحلامها لا تنتهي، لا تكتفي بسقف الطموحات وهو ما يميزها عن بقية لاعبات جيلها. أهلا بيكم في فقرتنا الأخيرة والفقرة الحوارية. الفقرة النهاردة معانا نجمة وبطلة، ولو قعدنا نقول كمان نجمة النجوم، وكمان هي ما شاء الله عليها ترتيبها النهاردة 31 على العالم، أحسن ترتيب لبنت في مصر، لا في العرب وأفريقيا، وصلت دخلت يعني فوق 100 في التصنيف في التنس طاولة. أكيد كلنا مبسوطين إن هي تكون معانا النهاردة، معانا ومعاكم كابتن دينا مشرف. كابتن دينا منورانا ومشرفانا، ويعني إنجازات كبيرة جدا على ساحة التنس طاولة. ميرسي جدا لحضرتك، مبسوطة قوي إن أنا معاكم النهاردة. ميرسي. بصي، بداية العالم كله والكورونا وإيقاف النشاط وحاجات كتيرة، كابتن دينا تأثرت ان ما سافرتش المانيا ماتشاتها في الدوري الالماني بسبب فيروس كورونا. بتعملي ايه في حياتك؟ شايفه الموضوع رايح وجاي منين؟ ورايك ايه في الفيروس كورونا في اليومين دول؟ دي حقيقه، هي طبعا الحياه وقفت شويه بسبب الفيروس، بس انا يعني حاليا مركزه اكتر على الفتنس، بعمل فتنس يوميا يعني من ساعه ما النشاط الرياضي وقف في الاهلي حتى في البينج بونج عموما، يعني النشاط وقف للاسف، فمركزه على الفتنس بحيث ان انا ما بقاش برده وقفت، ويعني برضو هحاول ان شاء الله ان انا ابدا الاسبوع الجاي كده على خفيف بينج بونج، يعني ان شاء الله ناويه. ان شاء الله. عندك ترابيزه في البيت ولا هتمرني في مكان معين؟ المفروض ان صاله المنتخب لسه فاتحه مفتوحه، هم كانوا سامحين للمنتخبات اللي هي متاهله الاولمبيات ان هم يتمرنوا، عشان صبحي فعلا قال كده بالظبط، عشان نكمل في الاعداد بتاعنا عادي، بحيث ان لو الاولمبيات اتلعبت في اي وقت في ميعادها يعني ما يبقاش اللعيبه بطلت الاعداد بتاعها. من وجهه نظر دي الاولمبيات هتلعب ولا لا؟
الشكل الله أعلم دلوقتي. والله يعني فعلا حاجة بالنسبة لي مش معروفة. توماس باخ بيقول رئيس اللجنة الأولمبية قال في معادها احنا واثقين هي في معادها 4 شهور لسه فترة على ما نقول نقدر نأجل أو ما نلغيش. هو الخبر ده حسسني فعلا ان هي هتتلعب في معادها، بس هي فكرة يعني محدش عارف لان في بلاد كتير الحالات عمالة فيها تزيد فلازم نتأكد ان الناس كلها بخير الأول كده وان شاء الله وبعد كده نبقى يعني. لو قلنا دينا مشرف توجه رسالة للشعب المصري، الحكومة المصرية عملت إجراءات احترازية، توجه رسالة للشعب المصري، نجمة كبيرة زي حضرتك لازم تقول لهم كلمتين، تقول لهم إيه النهاردة؟ يعملوا إيه؟ نفسي بس يعني اللي هي التعليمات اللي محطوطة عشان نحافظ على نفسنا نفسي إن احنا نلتزم بيها قوي يعني، ونحس إن فعلا الموضوع جد. احنا طبعا بنحب يعني بحس إن احنا مصريين بنحب دي أحلى حاجة فينا يعني، احنا بنحب نهزر وكده، بس برضو لازم ناخد الموضوع جد علشان يعني ربنا يعني يساعدنا وإن احنا لا قدر الله مبقاش في حالات كتير يعني. إن شاء الله بإذن الله تعدي. لكن هنخش بقى في صلب الحديث معاك النهاردة. دينا مشرف جاية بالتنس طاولة عشان خاطر الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد التنس طاولة، رأيك إيه؟ لا خالص، هو اصلا انا لما بدات هو بابي ما كانش رئيس الاتحاد يعني، هو كان ساعتها في البينج بونج وكل حاجه وكان رئيس الجهاز في النادي الاهلي بس ده مش السبب خالص. انا بدات التنس ارضي زي ما حضرتك عارف طبعا. بعدها بالصدفه بجرب في صاله البينج بونج، حبيت قوي الموضوع اكتر وقررت ان انا مش عايزه العب تنس ارضي وعايزه اروح للبينج بونج، ومن ساعتها بقى كانت البدايه. لكن هي مش بسبب اي حاجه تانية ولا ان مامتي او بابايا كانوا بيلعبوا في البينج بونج. عيله كابتن دينا مشرف كلها يعني اذا كانت الخاله او العمه كلكم بابا ومامي وكل الناس تنس طاوله، العيله اتكونت ازاي تنس طاوله من ايام دكتور وفيق مشرف؟ شايفه الموضوع ازاي؟ في توارث اجيال؟ اكيد هي اللعبه اصلا لعبه يعني لذيذه يعني كل الناس بتحبها، حتى اللي مش بيلعبوها هم بيحبوها كهوايه، فبتهيألي ده السبب ان كان كل ما حد في العيله يخش اللعبه ويجربها يحبها، فبالتالي يعني كلنا في الاخر الاجيال كلها لعبت نفس اللعبه في الاخر يعني، بس عشان لعبه حلوه. بتلعبوا بعض في كعيله ولا ما بتلعبوا؟ ما جربتوش الكلام ده مع بعض بصراحه شديد؟ وانا صغيره خالص كنت ساعات بابي كان بيبقى بيساعدني يعني بيمرني شويه. مش تدريب، جيم يعني مامي بس تيجي تقول لك تعالى عايز العبك؟ لا للاسف. يسرى ايا كان، كابتن اشرف حلمي، كابتن نهال، خالته، ايا كان، هو احنا للاسف ما عندناش وقت للفن اللي هو الوقت بقى يلا نلعب ماتشات وكده مع بعض، بس لما بتيجي فرصه لا للاسف خالص يعني. احنا لما بقى بنروح الساحل او يعني او اي مصيف او كده بيبقى الهدف ان احنا نفصل اصلا عن البينج بونج وما نلعبهاش يعني، فاحنا فعلا ما عندناش وقت ان احنا نلعبها كده يعني. وجودك رقم 31 في العالم خليتي تنس طاوله في مصر وافريقيا يتحط في الثانيه خالص. وصلنا ازاي ل 31؟ الحمد وأنا لله. وانا عارف لسه عندك كتير، لسه احنا في 1 و2 و3 في العالم، اتفضلي. ان شاء الله يا رب. والله بتهيألي يعني هو التمرين الكتير، وكمان انا كنت بحاول اشوف بره بيتمرنوا ازاي الاسيويين، وكان دايما عندي طموح ان انا احاول اكسبهم ويعني انافس معاهم عادي جدا. احنا قبل كده كان دايما السيطره بتبقى افريقيه او عربيه بس. موضوع دوليا ده بدا من ان انا اخدت الحمد لله منحه من الاتحاد الدولي وانا عندي 14 سنه، فسافرت بره كتير وشفت بره بيتمرنوا ازاي واخدت خبرات الحمد لله، فده بيتهيألي ساعدني ان انا اقرب من الناس دي، الاحتكاك بيهم ساعدني ان انا يعني اقرب منهم واعرفهم بيتمرنوا ازاي واحاول اعمل زيهم.
مامي او الاسره عندك اختاروا المدير الفني معاكي. دور الاسره في دينا في حياه دينا مشرف؟ لا طبعا هم يعني دورهم كبير جدا 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 يعني الحمد لله. يعني من وانا صغيره مثلا مامي على طول معانا في التمرين، بتوصلنا تتفرج على التمرين مع انها بتشتغل برده، فبتبقى من الصبح في الشغل وبتيجي على طول تحضر معانا تمرين لحد بالليل خالص. يعني على فيه في الموضوع هو دكتور حضرتك عارف هو دكتور، فهو يعني برده بيتعب جدا طول اليوم بقى لحد ما بيرجع بالليل. بس هو معانا برضو على طول، مثلا لما بنلعب بطولات انا او اخويا يعني لو قادر ان هو يكون موجود في البطوله بيتفرج علينا، لو لا بيبقى مثلا احنا بنصور الماتشات بنروح بنتفرج عليها، هو بيساعدنا بقى ان احنا نطلع الاخطاء في الماتشات وكده. ف المدير الفني بيقول لك اخطاء، والدكتور علاء مشرف يقول لك اخطاء، وكابتن شيرين الف بتقول لك اخطاء، بتمشي مع مين في الاخر؟ يعني الموضوع صعب قوي دينا بصراحه. لا يعني كلهم بصراحه يعني كلهم اكيد، كل حد يعني بيبقى عنده حاجه يعني مفيده، يعني كده كده بستفيد من كله حتى لو وجهات نظر مختلفه، بس كل حد بستفيد منه بحاجه معينه يعني، وكلهم عندهم خبرات كبيره جدا، فيعني محظوظه ان انا اكون في وسطهم. واحنا على الهواء النهارده وانت واحده تيجي على العالم تقولي لاسرتك كلها احمد كابتن شيرين دكتور علاء مشرف. بقول لهم يعني بجد ان انا من غيرهم يعني فعلا ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه بجد. يعني هم بيساعدوني في كل حاجه، معايا في كل حاجه، مامتي وبابايا واخويا يعني الحمد لله ربنا يخليهم لي، وبشكرهم طبعا جدا يعني. جوه البيت الحديث بيدور في التنس طاوله، عايزك تحكي لي حديث كده يحصل في البيت عنك. دكتور علي قاعد وكابتن شيرين قاعده والكابتن احمد قاعد وبتكلموا في التنس طاوله، وانت مثلا كنت جاي متضايقه فقفشتي مشيتي ضحكتي قلت لهم لا انا مش هتكلم، بيحصل ايه؟ كواليس يعني لازم. حاجات كتير طبعا بتحصل، يعني مثلا لو راجعه من التمرين مثلا حاجه معينه مثلا مش مقتنعه بيها، او مثلا مش ماشيه معايا، فبناقشهم فيها بسالهم طب انا المفروض اعمل دي ولا اعمل ايه. فدي ميزه برده ان هم يعني ايه عشان بيلعبوا اللعبه، فالنقاش مفتوح ان انا بقى اكلمهم في تفاصيل جوه اللعبه، وهم بصراحه يعني كتير بنقعد نتناقش، ممكن انا يبقى ليا راي مختلف بس في الاخر يعني الحمد لله بنوصل لحل يعني. دينا مشرف اكيد عندك محطات ايجابيه في حياتك ومحطات سلبيه، نتكلم على السلبي ولا نتكلم على الايجابي الاول؟ ما عنديش مشكله يعني الاثنين حلوين على فكره. اهم محطه في حياتك اصل السلبيه اكيد بتقلب معاكي الايجابيه بعد كده، بنتعلم منها. بتعلمي منها. اصعب موقف عدى على دينا مشرف او اصعب سلبيه في حياه دينا مشرف في الرياضه كانت فين؟ هي يعني حضرتك قصدك سلبيه ولا مثلا موقف صعب؟ صعب جوه التنس طاوله. هو يعني حاليا اكتر حاجه انا حاسه بيها السفر الكتير، يعني حسيت بيها كمان لما رجعت من الفتره اللي هي اللي احنا دلوقتي قاعدينها في مصر دي، قاعده في البيت بريك، هو برده جت بفايده عايزه اقول لحضرتك ان احنا قاعدين فعلا قاعده في البيت، ف يعني بخرج قليل جدا. فاخدت بريك، حسيت قد ايه انا كنت مضغوطه الفتره اللي فاتت بسفر كتير جدا، خصوصا بعد المانيا يعني بسافر كتير عشان العب ماتشات هناك. فالسفر الكتير طول الوقت ده بيبقى صعب ومرهق جدا جدا جدا، فيمكن دي حاجه فعلا سلبيه موجوده. ده السلبي. الايجابي بالنسبه لك او الحاجه الرياضي يكون مثقف ولا غير مثقف؟ هو المفروض اي حد يكون مثقف طبعا لازم. دي انا في خريجه اداره اعمال جامعه امريكيه مظبوط. فارق معاكي في الرياضه في العلم يعني العلم مع الرياضه، فارق معاكي في حياتك الطبيعيه او الرياضيه بمعنى صح؟ هو اكيد اتعلمت في الجامعه حاجات كتير يعني حتى غير الحاجه اللي انا كنت بدرسها نفسها اللي هو البيزنس يعني. المرحله بتاعه الجامعه اكيد علمتني حاجات كتير في حياتي يعني، واكيد تفرق معايا وتعلمت منها بحيث ان هي تفيدني في الحياه الرياضيه. لكن دلوقتي انا بالناحيه العلميه يعني مش بعمل حاجه قوي بالبزنس تفيدني في الرياضه، بس يعني يا رب ان شاء الله يعني في المستقبل اعرف استفيد من اللي انا درسته واعمل بيه حاجه ان شاء الله بعد ما اخلص الكارير بتاعي في بينج بونج. اصحابك في الجامعه الامريكيه كانوا بيقولوا لك ايه في الوقت اللي بتلعبي فيه؟ احنا مش بنشوفك خالص في الجامعه. انت اكتر حاجه بتتقال انت فين، ما حدش بيشوفني خالص. يعني هو على كلاس كده وخلاص، ما فيش اي حاجه خالص في هذا الموضوع خالص، ما كانش عندي وقت. شايف اهتمام الاعلام المصري بدينا مشرف هو الاعلام او شايفاه من وجهه نظرك يعني هو ده الاهتمام ببطله كبيره زي دينا مشرف، ولا شايفه بصراحه شديده اوكي ان في قصور؟ احنا قناه الاهلي انت عارفه ما عندناش مشكله انت بنتنا، لكن شايفه اهتمام الاعلام المصري في وجود دينا مشرف في الاولمبياد؟
لا هو مؤخرا بصراحه فعلا يعني الحمد لله في اهتمام كبير جدا بالالعاب الفرديه عموما وابطال الالعاب الفرديه خصوصا يعني التاهيلوا للاولمبياد وكده، حاسه يعني في اهتمام كبير جدا اعلاميا و يعني بدات احس الموضوع بدا يتغير شويه عن فتره فاتت. بس يعني برضو بتهيالي ما زلنا لسه احنا يعني بتهيالي المصريين دايما بيبقوا مهتمين اكتر بكره القدم وبيحبوا جدا يعرفوا الاخبار بقى بالتفصيل عن كل حد بيلعب كره قدم، فدايما يعني برضو لسه ما زلت بحس ان كره القدم هي اللي واخده الاهتمام الاكبر. وانت ماشيه في الشارع بتصوروا معاكي؟ لا خالص. لا لسه ده مصر والعالم اكيد بيتصوروا معايا كلهم. لا يعني لسه ما وصلناش المرحله. لا لسه وجودك على السوشيال ميديا شيء مهم ولا دينا مشرف ولاهاش في السوشيال ميديا؟ انا بحب السوشيال ميديا ان هي يعني حاجه مسليه وانترتيننج يعني وكده، بس مؤخرا يعني انا مش بفضل ان انا اكون يعني اكتف قوي ان انا انزل صور كتير وكده، ويعني مش بفضل ده. ليه؟ يعني بحس ان اوكي لو حاجه ليها علاقه بالرياضه او بالحاجه اللي انا بعملها او ان انا هشجع حد انه يعمل حاجه معينه مثلا اوكي، لكن ان انا مثلا حياتي كلها انا بعمل ايه كل يوم من الصبح لحد بالليل مش المفروض ان هي تكون مفتوحه للناس كلها يعني. بالظبط. انا بكلمك على المجال الرياضي معايا انا. في لعيبه كتيره في الالعاب كلها دايما ماشيين على السوشيال ميديا، صوره النهارده في التدريب، صوره بعد التدريب. دينا مشرف مع ده ولا مش مع ده؟ برضو دي برضو نقطة تانية، يعني أنا مش بفضل كده قوي، يعني بفضل لو في حاجة تستاهل يعني حدث فعلا مثلا بطولة الحمد لله مثلا كسبتها، مرة مثلا بوري التمرين اللياقة بتاعي بعمل ايه، ساعات ممكن أنزل برضو حاجة بنوت مثلا حلوة لعبتها في ماتش أو كده أو في التمرين حتى، لكن اللي هو على طول باستمرار انا يعني مش بفضل كده قوي مش عارف. بيقولوا السوشيال ميديا بتشهر الناس مع انك انت نجمه كبيره جدا مش متواجده في ناس كتيره قالوا لي يعرفوكي بصراحه شديده. انا قلت لهم معاك كابتن دينا مشرف، فالناس بدات تكلمني فانا بسال اسئله اللي هم سالوها لي، هم شايفينك دلوقتي مش متواجده دينا مشرف بسبب عدم تواجدها على السوشيال ميديا فهي مش مشهوره قوي، يفرق معاكي ده ولا انت التارجت بتاعك حاجه مهمه في الرياضه؟ لا بصراحه يعني هو ما يفرقش معايا قوي خالص، يعني خالص. موضوع الشهره لا مش ما يفرقش معايا خالص، انا اهم حاجه النتائج اللي انا بعملها دي يعني بتبقى عشاني انا وعشان عيلتي وكده ان احنا نفرح بيها احنا يعني مش ذهبيه البحر المتوسط كان نقطه مهمه جدا في حد دينا مشرف، الكلام ده صح؟ طبعا الحمد لله ده احلى يعني انجاز انا عملته واكتر ميداليه بفرح بيها يعني في الكارير بتاعي الحمد لله ذهبيه البحر المتوسط. لان احنا زي ما بقول حضرتك احنا كنا دايما بنكسب افريقيا وعربيا وبعد كده بيبقى في مشاكل يعني سواء بطوله البحر المتوسط او طبعا بقى بطولات العالم وكده لسه يعني ما حدش عارف يحقق حاجه. هتحققي احنا واثقين فيك تمام هتحققي باذن الله وراك ان شاء الله. فان انا اكسب انا كنت يعني الهدف بتاعي في اسبانيا ان انا احقق ميداليه بس يعني اكون حققت ميداليه. كنت رايحه بهدف الذهب ولا ميداليه من الثلاثه؟ ميداليه بس توصلي السيمي فاينل او توصلي الدور النهائي بالظبط. فلما وصلت فاينل كنت مبسوطه قوي ان انا كده ضمنت ان انا معايا ميداليه ذهب او فضه. هي دي الميداليه بتاعتك على الشاشه؟ هي دي ميداليه البحر المتوسط. تمام. فلما بقى اخدت الذهب الحمد لله يعني كنت مبسوطه جدا لان انا فعلا كنت رايحه بس عشان اكسب ميداليه في الفردي وطبعا كان عندنا ايفنت فرق بس قصدي يعني كفردي انا كان نفسي اكسب ميداليه. فلما جت ذهب كنت مبسوطه جدا جدا. لا احكي لي الموضوع بالظبط بعد الماتش الفاينل وانت رايحه وبعد الماتش الفاينل، عايزين نقول للناس ايه الكواليس وانت رايحه الماتش الفاينل وصلتي بتحققي حلم كبير اعتقد اول واحده في مصر تحقق الحلم ده. دي حقيقه الحمد لله. قولي لي بقى رايحه ازاي الملعب وبعد الماتش لما كسبتي عملتي ايه؟ هي البنت اللي انا لعبتها في الفاينل دي هي اصلا صينيه بس مجنسه لدوله موناكو لان هم اصلا الصينيين يعني ما ينفعش يلعبوا في بطوله البحر المتوسط بس هي مجنسه لدوله موناكو. كويس. انا كنت لعبتها امبارح يعني اليوم اللي قبل الفاينل على طول في المجموعه. كويس. وخسرت منها 4-3. خسرتي؟ كنت خسرت منها 4-3 فاخدت تاني مجموعه بس الحمد لله توفقت في القرعه وجالي حد يعني جالي قرعه كويسه الى حد ما على الكوارتر فاينل وبعد كده كسبت وبعد كده كسبت السيمي فاينل. هلعبها بقى تاني ان شاء الله في يعني في الفاينل. فكنت انا لا كنت مبسوطه جدا ان انا يعني معايا ميداليه فما كنتش في دماغي اللي هو ايه ما كانش فيه ضغط يمكن ده اللي كسبني الماتش اصلا يعني ان انا كنت يعني بلعب فري خالص وحسيتها هي كانت قلقانه مش عارفه ايه ضغط خالص يا دينا
خالص، لان انا مبسوطه قوي بالميداليه اللي معايا وخلاص بلعب بقى بستمتع وخلاص. كنا تعبانين كمان، كان الجدول مرهق شويه، فكنت خلاص بقى العب فري وخلاص. وحسيت ان هي كمان كانت قلقانه ان انا اليوم اللي قبله كان الماتش 4-3 كان كلوز جدا، فكانت عامله حساب للماتش، وكانت شويه يمكن هما كانوا معتمدين عليها ان هي لازم تجيب ذهب تقريبا، فتالي يعني في ضغط الناحيه الثانيه بالظبط. فالحمد لله جت في صالحي يعني وكسبتها، وفرحه كبيره يعني الحمد لله. فرحه في البحر المتوسط، دينا مشرف خسرت ميداليه في حياتها زالت عليها بعد البحر المتوسط حياتك قصدك؟ ايا كان بقى في حياتك الرياضيه كلها. يعني اكيد في لحظتها ببقى زعلت، بس بجد بعد كده بتعلم درس. اديني هقول لحضرتك في مش فاكره كانت سنه كام، تقريبا 2016 خسرت فاينل افريقيا من فونكي، لعيبه نيجيريا يعني، في الفاينل. وكان يعني كان بقالي مش فاكره كام سنه، بس كنت يعني باخد افريقيا، بطله افريقيا. كنت بطله افريقيا، وبعدين خسرت الفاينل ده بشكل حتى مش يعني انا ما كنتش بادي اداء كويس قوي، كنت مضغوطه في امتحانات وكان في كذا سبب، بس قصدي يعني ان في الاخر خرجت كانت خساره، وكنت متضايقه جدا جدا ساعتها. ساعه الماتش عملتي ايه بعد الماتش وخسرتي وانت متربعه على عرش افريقيا؟ لما خسرت يعني سبحان الله انا ساعتها كنت هاديه يعني ما عملتش حاجه خالص، يعني كنت متضايقه طبعا من جوه، بس قصدي ما كانش في اي انفعال او اي رياكشن. عادي جدا غسلت وشي وحسيت اللي هو ايه مفيش حاجه، يعني افضل كده هاديه. وبس عايزه اقول لحضرتك ان فعلا البطوله دي اللي هي كانت من ضمن الخسارات اللي علمتني دروس كتير جدا، علمتني انا لازم اهتم بكل ماتش هلعبه، اركز جدا، احاول ان يعني انا زي ما بقول لحضرتك كان عندي امتحانات، كنت مضغوطه في امتحانات قبلها، فيمكن ما كنتش قادره ان انا اركز كفايه. لازم الواحد يعرف يفصل ما بين امتحانات او اي حاجه ثانيه هو بيعملها في حياته والماتشات، ويدي كل ماتش اهتمامه 100%. فيعني قصدي اتعلمت منها كتير يعني. عجبني جدا الايجابيه اللي انت فيها دايما، اي حاجه بتقوليها الايجابيه على طول حتى لو كانت سلبيه. طيب دينا مشرف وصلت الاولمبياد طوكيو، اتاهلت في الثلاث سباقات او ثلاث مسابقات، مظبوط كده؟ مظبوط. فردي وزوجي مختلط وفرق. ايوه صح. زوجي سيدات ما تاهلش ولا ما لا مفي... هو اصلا مفيش الايفنت ده مش موجود في الاولمبياد. كويس قوي ان انت قلتي لي عشان ابقى انت متاهله فول فول تيم الثلاثه. قولي لي اتاهلتي الثلاثه ازاي؟ الفرق والفردي اتاهلناهم عن طريق دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب السنه اللي فاتت. في المغرب احنا كسبنا ايفنت الفرق، فبالتالي اتاهلنا كفريق مكون من 3 اشخاص، والفريق ده اوتوماتيكلي بيتاهل كمان كفردي، يعني الثلاثه دول 2 منهم بيلعبوا فردي في الاولمبياد. فاحنا كده كنا اتاهلنا فرق وفردي. كويس. الزوجي المختلط لسه متاهلين انا وزميلي عمر عصر. ايوه ده كنا في تونس الشهر اللي فات. مظبوط. كان ايفنت لوحده خالص، ميكس دبلز كواليفيكيشن ايفنت الاولمبياد، وكسبناه الحمد لله. هو بياخده واحد بس. فكان عندنا كوارتر فاينل جيبوتي، وبعد كده سيمي فاينل تونس، وفي الفاينل لعبنا نيجيريا كسبناهم الحمد لله، ما خسرناش ولا شوط. بتلعبي انت وعمر عصر ازاي؟ يعني بتروحوا على الماتشات على طول ولا بتتمرنوا الاثنين مع بعض؟ لا احنا بنلعب انا وعمر من واحنا صغيرين جدا، من وانا تحت 12 سنه. انا كنت تحت 12 وكان تحت 15، بنلعب مثبتين يعني. مثبتين الموضوع. في طبعا في فتره بس يعني اكيد لعبت مع كذا دبل ميكس تاني. لو مثلا عمر ما كان يعني سنه ما كانش يسمح كنت بلعب ساعتها مع دبل ميكس تاني. بس احنا ده الدبل الاساسي يعني انا وعمر من وانا تحت 12 سنه، فبقى لنا كتير جدا، وطبعا لما بتيجي فرصه نتمرن بنتمرن مع بعض. دي الصوره اللي انتوا تاهلتوا بعديها صح مظبوط؟ ايوه صح هي دي. فطبعا يعني الموضوع ده فارق جدا ان احنا بقى لنا فتره طويله بنلعب مع بعض، وكل ما بتيجي فرصه ان احنا نتمرن مع بعض دبل ميكس بنبقى مهتمين جدا ان احنا نعمل ده. بس ده شيء مهم جدا الحمد لله. دينا مشرف مع اي نوعيه؟ تلعب رياضة عشان تكسب فلوس ولا تلعب رياضة عشان تحقق ذاتها وتحقق حاجة لبلدها؟ لا الثانية. الثانية. أنا عارف الرد بس لازم أقول، حاطين لي سؤال صعب جدا. قولي لي إيه بقى؟ إيه الفرق بين الاثنين بصراحة؟ أنا بالنسبة لي دي حاجة فعلا أنا بحبها وبعملها عشان أستمتع بيها وأحقق ذاتي، ويعني يعني حاجة لنفسي، يعني حاجة بتخليني أستمتع وأتبسط، ويعني بالنسبة لي هي كده. يعني ده بالنسبه لي ده الشق اللي هو اللي بيلعب عشان يحقق ذاته وبيلعب عشان خاطر بلده والقصه دي كلها. بالظبط. مين اللي بيكسب؟ الجنب اللي بيلعب عشان خاطر الفلوس ولا الجنب اللي بيلعب عشان بيلعب لعبه بمزاجه قوي؟ مين اللي يكسب فيهم؟
هو عامة أنا بشوف إن يعني حتى لو حد بيلعب عشان الفلوس، بس يعني في لعيبة كتير جدا يعني جامدين جدا 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 وبيحبوا اللعبة وبيستمتعوا بيها، ومفيش ده يعني قصدي عادي إن هما برضو يكونوا في المقابل بياخدوا يعني مكسب مادي أو حاجة، ده مش عيب خالص. هي الفكرة بس دايما بحس إن الواحد لازم يستمتع بالحاجة هو بيعملها عشان يطلع أحسن حاجة عنده أيا كان بقى هو هدفه إيه في الآخر، ده شيء مهم جدا إن تستمتعي بالحياة بصفة عامة زي ما تقدري. انا باخد بريك فمستمتعه جدا بالحياه في البريك. انت بتعملي قولي لي علاقتك ايه بالنادي الاهلي دلوقتي؟ هي تعتبر زي ما هي طبعا، يعني ده فعلا فعلا بيتي، والصاله دي يعني بحبها جدا جدا جدا، كل مره بخشها ببقى حاسه ان انا رجعت البيت بتاعي فعلا. هي الحاجه الوحيده بس ان انا عشان بلعب دلوقتي مع نادي الماني في الدوري الالماني، انا تمريني قل هناك شويه، وطبعا برضو مش بلعب معاهم الدوري السنه دي، فدي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت من سنين كتير جدا طويله كنت بلعب معاهم، فده التغيير يعني اللي حاصل دلوقتي. ده التغيير اللي حاصل. دينا مش داخل بطوله العربيه والافريقيه بتلعب مع النادي الاهلي ولا برضو لسه برضو الموضوع واقف عشان الدوري الالماني؟ الانديه الافريقيه اللي فاتت انا لعبتها معاهم اللي هي كانت شهر 7، لان الموسم في المانيا ابتدى شهر 9، فانا لحد شهر 7 اللي فات كنت بلعب معاهم الانديه الافريقيه. الانديه العربيه مش متاكده بس غالبا برضو كان ميعادها في نفس سوري هي اتلعبت اصلا الانديه العربيه اتلعبت وانا ما شاركتش، يعني هو اوريدي النادي ما شاركش في الانديه العربيه السنه دي، احنا شاركنا في الانديه الافريقيه بس. بالظبط اللي كانت في نيجيريا اعتقد. الانديه الافريقيه كانت في نيجيريا واخدناها الحمد لله. وخدتوها الحمد لله. تمام. دينا مشت في حياة كل الألقاب اللي عايز تحققها في حياتها ولا لسه عندها ألقاب تحققها في حياتها في الوقت اللي جاي؟ لا في طبعا حاجات كتير يعني نفسي احققها ان شاء الله. في اولا السيريز بتاعت الاتحاد الدولي اللي هي عاملين بلاتينم وورلد تور ومقسمينها كده بالنقط، يعني البلاتينم اعلى حاجه بعد بطوله العالم على طول، دي اعلى حاجه. فنفسي ان شاء الله ان انا احقق مثلا ميداليه او يعني اقدر ان انا اخد بطوله من البطولات اللي هي تبع الاتحاد الدولي، سواء بلاتينم او وورلد تور او تشالنج بلس او تشالنج. انا كنت قبل كده الحمد لله في 2017 اخذت نيجيريا المفتوحه، فنفسي ان شاء الله ان انا احاول اخد مثلا ايفنت اعلى من التشالنج او التشالنج بلس. وبرده في كاس العالم نفسي ان شاء الله ان انا احاول احقق يعني ميداليه او حتى مثلا اوصل كوارتر فاينل، اوصل لحاجه ما كنتش حققتها قبل كده. والاولمبياد؟ الاولمبياد برده طبعا نفس الكلام، نفسي ان شاء الله ان انا احقق حاجه يعني ما اتعملتش قبل كده، اوصل لدور قريب جدا يعني متقدم. هواياتك ايه بره الرياضه بقى؟ خليكي بقى من الرياضه شويه، خلينا نخرج. لو دينا يشرف ما طلعتش لعيبه تنس طاوله كانت راحت ايه؟ انا وانا صغيره كنت بحب قوي اتعلم العزف البيانو او الحقيقه دائما ابدا. رساله من كابتن دينا مشرف لنجماتنا في التنس طاوله الناشئات، في التنس طاوله والناشئين، تقول لهم ايه عشان يوصلوا يبقى حاجه من دينا مشرف؟ اقول لهم ان هم يعني يكملوا في الحاجه اللي هم بيحبوها، يعني هم يكونوا حابين بس يحسوا ان هم فعلا مستمتعين بالحاجه اللي هم بيعملوها ويكونوا بيحبوها، وان هم يفضلوا مكملين ويتعبوا فيها. ما ينفعش اي حاجه او اي نتيجه هتيجي بسهوله، يعني لازم الواحد فعلا يفضل وراها ويتعب ويبذل فعلا مجهود علشان يوصل. اولياء الامور تقول لهم ايه؟ اقول لهم برضو ان هم يعني اولادهم. كل الناس هنا في قناه الاهلي مبسوطين بوجودك معانا النهارده. ميرسي. انا كمان والله بجد مبسوطه جدا، انا كنت مع حضرتك. ميرسي. دينا ان شاء الله باذن الله كده منتظرين. بصي احنا بنقول باذن الله معاكي، لكن الناس مأمناني امانه ليك، منتظرين منك ان شاء الله مركز في الاولمبياد اللي جايه باذن الله. ان شاء الله هحاول يا رب ان شاء الله. باذن الله. بكده حلقتنا خلصت، لكن نجمتنا لسه عندها كتير ان شاء الله باذن الله، وكلنا منتظرين منها باذن الله في اللي جاي حاجات افضل باذن الله. وطوكيو 2020 نتمنى ان ربنا يوفقها وتكسر حاجز ال 30 وتخش في ال 20 وتخش في ال 10، وان شاء الله ربنا يكرمها في ميداليه. في اخر حلقتنا بشكركم والى اللقاء.